اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المخصص لنشره كوفيد 19 اليوميه الخاصه بجهه فاس مكناس، واللي كنتواجدوا الان بالطريق الوطنيه رقم 6 وبالضبط بقرب ويسلان. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما جاء في عنوان هذا البث المباشر، يا ربي السلامه، جهه فاس مكناس تسجلات بها 539 حاله اصابه بكورونا ووفاه واحده في 24 ساعه الماضيه. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذا الارتفاع الملحوظ والمخيف صراحة في عدد الإصابات، سوف نقدم لكم الآن الحصيلة الوبائية بالنسبة الخاصة للجهة، جهة فاس مكناس، وجاء التوزيع الجغرافي لعدد الحالات ديال هاد 539 حالة إصابة كالآتي: مدينة فاس 321 حالة إصابة، مكناس 93 حالة إصابة، تازة 43 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. وللإشارة فقط مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مدينة فاس سجلت بها 321 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، إن لله وإنا إليه راجعون، وهي الحالة الواحدة اللي تسجلت بكل مدن الجهة. جهة فاس مكناس تسجلت بها حالة وفاة واحدة، كما قلنا 321 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وحالة وفاة واحدة بفاس، 93 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة بمكناس، 43 حالة إصابة بكورونا بتازة وصفر حالة وفاة، الحاجب 21 حالة إصابة بكورونا وصفر حالة وفاة، ثم صفر 18 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، مولاي يعقوب 16 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة، تونات 16 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة، إفران 8 حالات إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، فيما سجل ببولمان 3 حالات إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذا فيما يخص جهة فاس مكناس، وكما جاء في، سوف أعيد قراءة الأرقام الخاصة بهذه الجهة باش الناس تعرف، خصوصا متتبعي القناة بهذه الجهة أو اللي كيتواجدوا لا خارج أرض الوطن ولا داخل أرض الوطن. بالنسبة لفاس 321 حالة إصابة، وأغلبية الحالات اللي تسجلت بالجهة اللي هي 539، فأكثر من نصف تسجل بمدينة فاس، وحالة وفاة واحدة، الحالة الوحيدة الموجودة بالجهة هي بفاس، إن لله وإنا إليه راجعون. مكناس 93، تازة 43، الحاجب 21، صفر 18، مولاي يعقوب 16، تونات 16، إفران 8 حالات، بولمان 3 حالات إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة في هذه المدن. على المستوى الوطني مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، 8826 حالة إصابة حالة مؤكدة هي الحالات الجديدة اللي تسجلت في 24 ساعة الماضية بكل ربوع المملكة، واللي وصل العدد ديالها إلى 8826. بإضافة هذه الحالات الجديدة اللي فدات في 24 ساعة الماضية، غيوصل عدد الحالات النشطة ببلادنا إلى 55971 حالة نشطة ببلادنا بمصابة بكورونا. الوفيات في 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 9 الحالات، حالة الشفاء وصل إلى 5196 حالة تعافي ببلادنا. تم إنجاز 36203 ديال التحاليل في 24 ساعة الماضية. معدل الفتك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وصل إلى 1.4، نسبة التعافي 93.2%. الحالات الخطيرة الجديدة اللي تمت إضافتها في 24 ساعة الأخيرة وصل العدد ديالها إلى 107. حالات التنفس الاصطناعي الاختراقي اللي تم إضافتها راه 16، ليصل العدد الإجمالي للحالات التنفس الاصطناعي إلى 149. الحالات العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها هو 464 حالة. معدل ملء أسرة الإنعاش المخصص لكوفيد 19 وصل إلى 8.8%. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، دائما وبلغة الأرقام نقدم لكم هذه الحصيلة الوبائية المقدمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض
نشرة كوفيد 19 اليومية الخاصة ب 15/1/2022. متابعي مشاهدي قناة شوف تيفي على مستوى جهات المملكة، أعلى حصيلة سجلت بجهة الدار البيضاء 16 ب 4191 حالة إصابة وأربع حالات وفاة. أدنى حصيلة سجلت بجهة داخل وادي الذهب ب 19 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. مرورا على الجهات، ككل يعني كل الجهات عرفت ارتفاع ملحوظ ومقلق مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. جهة في المرتبة الثانية جاءت جهة الرباط سلا القنيطرة ب 1505 ديال الحالات جديدة بمصابة بكورونا وحالة وفاة في 24 ساعة الماضية. تاليها جهة مراكش آسفي ب 903 ديال الحالات، وتسجلت كذلك حالة وفاة واحدة وكانت بمدينة آسفي. جهة فاس مكناس سجلت بها 539 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة سجلت بمدينة فاس. جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت بها 525 حالة إصابة. طنجة أصيلة لوحدها سجلت بها 278 حالة إصابة. جهة سوس ماسة سجلت بها 444 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة سجلت بتزنيت. جهة بني ملال خنيفرة سجلت بها 251 حالة إصابة. جهة درعا تافيلالت 145 حالة إصابة. جهة الشرق 126 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في هذه 24 ساعة الماضية. جهة قلميم واد نون 103 ديال الحالات ديال الإصابة بكورونا في 24 ساعة الماضية. ثم جهة العيون الساقية الحمراء ب 75 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة سجلت بالعيون. ثم مشاهدينا في الأخير وليس بأخير، جهة الداخلة وادي الذهب سجلت بها 19 حالة إصابة مؤكدة في 24 ساعة الماضية. على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد فوصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 24,612,592 مستفيد ومستفيدة. الجرعة الثانية 23,008,141 مواطن ومواطنة استفدوا من الجرعة الثانية، ليصل كذلك عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثالثة إلى 3,780,397 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثانية ضد كوفيد 19. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. الله يرفع لنا شر هذا البلاء والابتلاء. كنشوفوا الآن ارتفاع مقلق ومخيف للأرقام خصوصا فيما يخص عدد الإصابات المؤكدة وكذلك عدد الوفيات. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يرفع لنا الوباء، ولكن فالدولة ديالنا ودولة وشعبا وكل مكونات هذا الوطن وقفات سدا منيعا ضد كورونا. لهذا خاصنا نرجعوا وكما كنقولوا نحافظوا على المكتسبات اللي حققناها طيلة هذه السنتين في مواجهة كورونا. لهذا فعلى كل المواطنين والمواطنات، وهذا واجب وطني مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، حماية لأنفسنا ولأولادنا ولأسرنا ولأبائنا وأجدادنا من شر هذا الوباء. والجديد أنه كذلك فهذا الفيروس كاين حتى المتحور الجديد هو اللي كيدفع يعني بهاد سرعة الانتشار وهذا الشيء اللي كنسمعوا الآن والأرقام المخيفة. فجهة فاس مكناس كتسجل بها 539 حالة إصابة في 24 ساعة الماضية. هذا رقم يعني صعيب، وكنتمناو أنه يتم أنه على كل الساكنة وكل المغاربة أينما تواجدوا كذلك 8000 حالة، ما يفوق 8000 حالة في 24 ساعة الماضية رقم غير سهل. كنتمناو أن الكل يلتزم بالإجراءات الاحترازية، والناس اللي باقي ما خداوش الجرعة ديالهم الثالثة يسرعوا لأخذ الجرعات الخاصة بهم تجنبا أنه نوصلوا، لأنه باقي الناس اللي باقي ما خداوش الجرعات ديالهم وهذا كيشكل خطر على الصحة العامة وصحة الأسر ديالنا وصحة بلادنا ككل. الوضع الكمامة والتباعد والتعقيم هذا شيء ضروريات مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ولو نكونوا ملقحين واخذين الجرعة الثالثة كذلك نوضعوا هذه الإجراءات ونوضعوا التدابير الاحترازية واللي من بينها وضع الكمامة ب 24 ساعة على 24 ساعة، يعني
احسن نكون في مكان اللي انا بعيد من الناس وبعيد من التجمعات، ممكن ان نحيد الكمامة. اما نكون في اماكن مختلطه واماكن تجمعات، نتجنبوا انه نرجعوا يعني نوليو في موجه. الان يعني بلادنا راها في مواجهه موجه جديده، كنبغيو يعني نوقفوا هذا المد ديال فيروس كورونا. وبركه راه عشنا معاه وشفنا شنو دوز علينا، لا في 3 شهور ديال الحجر الصحي، لا في الشهور اللي موراها، وشفنا التاثيرات ديالو لا على الاقتصاد ولا على السلع اللي تزادت وعدد من الاشياء اللي تزادت وتغيرات حياتنا. فكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يوقف هذا الفيروس الفتاك اللي شتت عدد من الاسر. الان ما علينا الا نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه مشاهدينا ومتابعي قناه تي في، وكما جاء في هذه النشره نشره كوفيد 19 الخاصه بجهه فاس مكناس، واللي تسجلت فيها في 24 ساعه الماضيه 539 حاله اصابه مؤكده وحاله وفاه واحده. ان لله وانا اليه راجعون. الله يشافي ويعافي كل المرضى ويبعد علينا هذا الفيروس الفتاك. كورونا مازال بيناتنا، ناخذوا الاحتياطات ديالنا اللازمه لتجنب أسوأ السيناريوهات مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي. كنا معكم من هنا من الطريق الوطنية رقم 6 في اتجاه مدينة فاس، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كان معكم مراسل قناة منير معطاوي، نهاية النشرة، إلى اللقاء.